السلام عليكم، معكم سعد الدين البركي، طالب مغربي. أنا أعبر على موقف الكثير من الشعب المغربي، ونسبة كبيرة من الشعب المغربي الرافضة للتطبيع مع الكيان الغاصب الصهيوني، مثله مثل باقي الشعوب العربية والإسلامية الحرة. هذا التطبيع الذي اتخذته أقلية في بلادنا وفرضته على شعب ربما في وقت يعني في وقت حرج كان يمر به العالم، في فترة الحجر الصحي أو الحجر المنزلي، حيث استحالت يعني أي استحالت قيام أي تظاهرة بسبب الحجر المنزلي والوضعية الوبائية. هذا القرار الجبان الذي اتخذ من طرف هذه الأقلية لا يمثلنا نحن كمسلمين وكشعب مغربي له تاريخ طويل في مقاومة المحتلين، من الاحتلال الفرنسي إلى الاحتلال الإسرائيلي، ومقابر شهدائنا في الجولان شاهدة على ذلك. ونحن أنا أعبر على موقفي وموقف الكثير من الطلبة المغاربة وكثير من الشعب، أو نسبة كبيرة أو الغالبية إن صح القول من الشعب المغربي الرافضة لهذه الخيانة لله ولرسوله ولجميع المسلمين عامة والعربي خاصة، وبوجه التحديد الشعب الفلسطيني من أبي الذي لم يفتئ أن يعبر إلا أن يعبر عن رفضه وعن مقاومته لهذا الاحتلال الغاصب.